السلام عليكم، شلونكم؟ لاباس 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 لو سافا لاباس 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 لاباس. رجعنا لكم فيديو جديد مع احمد اللي انكسرت ايده ومحمد. يا قلنا لك لا تروح، خليك، وانكسرت ايده بنفس اليوم ورجعت. ما في الحمد لله على السلامه. لا ما في، قولوا الحمد لله على السلامه. انا ما اقول لك الحمد لله على السلامه. ليش رحت؟ خلاص سالفة وصارت ومش الحال، انكسرت ايدي ورجعت. يلا الحمد لله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اليوم راح اشوفك فيديو برنامج، تعرف مثل برنامج الصدمة لما يعملون بواحد مقلب، فهمت علي؟ بس هون اليوم ضيفة هذا المقلب بطلة افريقيا بالجيدو. اوكي، ما هو الجيدو؟ جيدو هو نوع من انواع القتال. جيدو نوع من انواع قريبا يعني. فهي بطلة افريقيا، تخيل بطلة افريقيا بالجيدو. فراح يعملون معاها كاميرا خفية بقلب مطعم. ايوه، قاعدة هي وصديقاتها بقلب مطعم، وراح يعملون معها هذا المقلب. يا ترى ايش راح تكون ردة فعلها؟ انه مرأة تهان قدامها، فهي ايش راح تكون ردة فعلها؟ يعني تكون تجربة اجتماعية تجربة اجتماعية. فهمت علي؟ يعني راح تكون ردة فعلها. فتخيل انت واحدة بطلة جيدو تعمل معها هيك موقف، وايش تدير فيك اخوي العزيز؟ فورا استخدم المهنة تبع الجيدو فورا، ما في مجال، يعني ما في مجال. والله تحكمك تحكمك تغاشيك تغاشيك. ضيفة حلقة اليوم بطلة افريقيا في الجيدو كوثر ويلي. كوثر جوجو عرضتها هاي هي على شتى عمل، لكن واش كان مخبي الكوثر ما كانتش على بالها. على كل حال ما نطولش عليكم باش نخليكم تشوفوا واش صرا لها. هو قبل شوي كبوا مي على اللابتوب، كبوا مي على مرة والمرأة اجت لعندها. اجت لعندها وقالت له انت بنادم انت؟ قام قال لا انا ابن خادم. ابن خادم يعني خادم. ابن خادم يعني يتمسخر، فهمت علي؟ واجت المرأة راحت لعندها، تخبت عندها وهي بلشت تحمل، فهي بلشت تعاونها يعني. فهو اجى لعندهم كمان يعمل مشاكل، وقامت شفت شلون دفشته؟ رجل يا زلمة. بس ما يعرفون انه هي عندها هاي. ما اعرف يعني، هم يعرفون بها يعني، بس هي مبينة يعني من شكلها مبينة انه هذا رجل. ما نضربك نطويك صاحب الجملة، نضربك نطويك. تقول له صح؟ تقول له أنا مرة، بس أنا ماني حاب أضحك عليك الزلم. أنا أضربك أكسحك. كمل نضربك نطويك أحمد، أضربك بطويك. طوي يا معلم ديركت. عجل عليش أنت من خالم، شنك تفزع لي؟ ايش مسحتك؟ تكسرني يا بطلة افريقيا بتجي دور. ما اروح على افريقيا.
طاهي معايا انا مرات تهدرش معاه. اسمع اسمع انا بقدري ايه وانت ما تجيش انت تهدر. شكون انت؟ انا وين انا وين شتي انا؟ ما تعرفينيش شنو نقول؟ معلش انت بتحكي عندك الخطا هدري معايا. انت بتحكي نهدر معك. ماليش نحكي افهم شو انا ماليش نحكي. خليك تحكي هاي قبل هاي جل هاي جل تنفر صح؟ شو عم تقول؟ قام تقولها قام تقول له انا هو قام يقولها انت شو انت شو شايفها انت يعني قام تقول له انا زيرو انا زيرو صفر والو انا زيرو شو يعني زيرو. انا انت قام تحقر انت عم تحقر يعني انت عم تنتقد او هيك يعني. انت تحقر يعني حقار معناها ظالم انت قام تظلم ايه فاكيد يعني بدي اتدخل لما اشوفك انت تظلم اي اي قام تقول حق وشوف صاحبي نسقسيك حاجه سقسيني يلا ما تغيدش هكا كيما راهي هكا ما تغيدش ما تغيدش واش تغيدك يا قدام ما عندها فرصه وطاش هكا علاش برك على بيت الله ما تدخليش روحك ما تدخل روحي برك علاش خاف ربي سبحانه انا تاني خاف ربي سبحانه خاف من ولدي كيما انا تاني خاف ربي سبحانه ما تكلمش ليه وواحد يقول لي واش راك دير له وواحد ولا وحده تجي تسلك مي والله ما عندي هديه ما تديهاش خويا والله ما تديها شفتو شينا شو شيني عاد عاد راهي ماسوريا عندها كودر عندها ليتر بارك الله فيك ايش ندير هذا معاهم مصاري مصاري تعمل بدك متوشي متوشي راهي معايا هكا ما تدخليش روحك هكا دوك نجوي نفضو عرفت جاي عم جايني نفضو هكا ما تبانش ما تبانش ما صحة رمضانكم وصحة عيدكم صباح صباح يا ترى انا نعرفك ثقيله ورزينه عمري ما ظنيتك والله كفو اخوان كفو والله كفو هي مره ما اقدر اصفط انا بس يعني هي مره وطلعت النخوه فيها وقامت وتدافع عن كرامه مره مثلها او يعني فعلا شيء صدمني اي حلوه والله حلوه رد فعلها يعني انه في نخوه نضربك نطويك نطويك نضربك اكسرك اقوم تيكواندو هاي حلوه من مره اللي عجبني قالت له شحال نخلصك شحال نخلصك ايش يعني شلون بدنا نخلص الحكايه ها لا شحال نخلصك يعني ايش قد بدك مصاري اعطيك ايش قد بدك مصاري هي قالت لي انا ما عندي غير 6 ملايين بجيبي يعني تقريبا بيها شي 600 يورو قالت له انا اعطيك كلها خذها بس روح لها والله فهمت علي 6 ملايين مو بس بالمنه تبعها يعني 6 ملايين يعني تقريبا 600 يورو 500 يورو هيك 500 يورو الله كفو منها انت ما انت فهمت انا فهمان بس شكون اسمه صراحه انا ماني شايف ضحك انا شايف انه ضحكت على الموقف تبعها انا ضحكتني انا لما قالت ضحكتني وعجبتني يعني ضحكتني وعجبتني انه كمرة وعندها نخوة وشو يعني هي مبينة زلمة بس يعني هي مرة والله هي حلوة والله صراحة حلوة والله كجمال جمالها حلو وشخصيتها جمال رجل شخصيتها قوية نعم يعني شخصيتها كثير قوية مبينة عليها ايه يلعب تجي دو يا احمد تضربك تطويك احمد والله يمكن بس ما حستش مع انه هي جزائريه بس احس تشبه العراقيين هيزانا ار يو شور اباوت ذات تشبه العراقيين ترفع لها القبعه انا ما بدي ارفع القبعه عشان شعري مو حلو وانا ما عنديش قبعه انا راح ارفعها تحياتنا لبطل الجزائر كوثر وتحياتنا لأهل الجزائر وأهل اللغة الصعبة اللي ما تنفهم وفعلا كل التحيات من كل قلبي يعني واتمنى انه ما نشوف كوثر بحياتنا مشان ما تكسرنا وانت تضربنا عندك حيوان
بس هي مش بطلة الجزائر، هي بطلة افريقيا كلها قارة كاملة. قارة بطلة علينا اكيد، بدها تكون بطلة علينا. ايه فوالله عملت موقف جميل والله عجبني. اذا بتعمل شيء غلط قدامه انت خلاص ما فيش حياة بعدها. موقف كان فعلا موقف يعني خرافي. المهم لو هيك خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم لايك واشتراك. اول مرة اسمعك تطلب، اول مرة اسمعك تطلب لايك. انا اشحد عنه لايك واشتراك اليوم. حطوا له لايك واشتراك، ولا تنسون تفعيل زر الجرس. زند الجرس، زند الجرس. اوكي ولو هيك خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم حطوا لايك، واذا ما عجبكم حطوا ديسلايك. اوكي نشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.